مساء الفل. هنتكلم تاني عن قبة الإمام الشافعي. ليه بقى؟ دي معلومات أخرى أنشأها السلطان الملك الكامل محمد ابن العادل عندما دفنت أمه هناك. الكلام ده بقى مكتوب إنه حصل في 608 هجرية، وإحنا بنقول إن الراجل اتوفى 204 هجرية، واتعملت الحاجات دي على 207 بعد ما مات بثلاث أربع سنين. هنا مكتوب حاجة تانية، إنه أنشأ السلطان الملك الكامل محمد ابن العادل عندما دفنت أمه زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت هناك في 608 هجرية، هي قبة كبيرة من أجل القباب وأجملها بمصر قاطبة. فكما تفنن المهندس في زخرفتها ونقوشها، بذل أيضا قصارى جهده في تخفيف كتلة البناء الضخمة التي سيحملها مربع القبة. خدوا بالكم، القبة تقام فوق مربع، فبيقول لك إن المربع كان كتلة ضخمة جدا من البناء عشان هيشيل القبة اللي هي برضو تقيلة جدا. حليت من الخارج بزخارف وكتابات وشرفات مسننة منقوشة. هذه القبة خشبية مكسوة بالرصاص، ولعلها أقدم قبة خشبية. قد عملت على مثالها قبة جامع السلطان بيبرس، البندقداري اللي هو جامع الظاهر، وقبة المدرسة الناصرية بالنحاسين اللي هي الناصرية اللي هي الناصر ابن قلاوون. كسيت جدرانها اللي هي القبة بتاعت الإمام الشافعي من الداخل بالرخام، في جدارها الشرقي ثلاثة محاريب لها طواقي خشبية، ثم محراب رابع أحدث لتصويب القبلة. القبلة ما كانتش مظبوطة كويس، فاتعمل ثلاث محاريب في الجدار الشرقي، وبعدين اتعمل محراب رابع يعدل اتجاه القبلة. يحيط بالمربع اللي هو عليه القبة إفريز خشبي منقوش بزخارف بارزة، وإفريز آخر أسفل الأول مكتوب عليه بالخط الكوفي آيات من سورة ياسين، وباقي القبة منقوش ومكتوب عليها بالخط الكوفي الأندلسي بدائرتها العلوية آية الكرسي. دون تاريخ إنشائها في سطرين فوق العتب الخشبي للشباك الغربي للقبة. هنعرف بقى إيه اللي تم تدوينه فوق العتب الخشبي للشباك الغربي بعد الفاصل. كنا بنتكلم على تاريخ إنشاء القبة، وإنه مدون في سطرين فوق العتب الخشبي للشباك الغربي للقبة، ونصه كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا السلطان الملك العادل أبي بكر أيوب خليل أمير المؤمنين خلد الله ملكه، وذلك في يوم الأحد الموافق لسبعة من جمادة الأولى من سنة 608 هجري. الدكتور حسن عبد الوهاب بيقول إيه؟ إن لم يكن الكامل في هذا الوقت سلطانا لمصر، بل كان والده الملك العادل هو السلطان. وهذا يؤكد رواية من قال من المؤرخين أن أم الكامل هي التي عمرت قبة الشافعي على ما هي عليه، وأجرت الماء من بركة الحبش إلى القبة المذكورة. الكلام ده قلناه من كتاب الدكتورة سعاد ماهر، بس هي بتقول أن المقريزي هو اللي قال أن اللي أجرى الماء من بركة الحبش إلى القبة المذكورة هو الملك الكامل. إنما هنا بيقول دكتور حسن عبد الوهاب إن الملك الكامل ما كانش ملكا في هذا الوقت أو سلطانا لمصر، بل كان العادل أبوه. بالقبة تابوت آخر فوق قبر أم الملك الكامل
لا يقل في أهميته عن تابوت الشافعي، حليت جوانبه الأربعة بحشوات دقت بالقيمة. خدوا بالكم القيمة من إمتى؟ القيمة اللي هي النقش على الخشب، ذات الفروع النباتية تتوسطها حشوات نجمية إثنى عشرية. احنا قلنا قبل كده نجمية سداسية وفي نجمية ثمانية، دي نجمية إثنى عشرية. آية في الدقة والجمال، مكتوب بقوائم الرأس القبلية بالخط النسخي المزخرف. ما نصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى رحمة ربها، والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد، ولد مولانا السلطان الملك العادل العامل العابد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة والمشركين أبي بكر أيوب خليل أمير المؤمنين. خدوا بالكوا عشان عايش اتكتب كل الصفات التفخيمية دي، إنما لو كان مات زي ما إيه اتقال على مراته كده الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى رحمة ربها، بس كفاية. إنما الكلام الكتير قوي اللي قلناه ده لأن السلطان موجود، سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة والمشركين أبي بكر أيوب خليل أمير المؤمنين. مكتوب جملة بقى جميلة، اللهم اجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهليه، توفيت إلى رحمة ربها ورضوانه، وأنه قبل الفجر من الليلة التي صبحها يوم 25 من صفر 608 هجرية قدس الله روحها ونور ضريحها وأسكنها الجنة مع المتقين. قلتلكوا أنا كلمة قدس روحها أو قدس روحه دي حاليا بتقال في قبور الأقباط وليس المسلمين. شوفوا زمان كانت الدنيا أظرف زي ما يقدس روحها للمسلمين والمسيحيين، بقينا معقدين على فكرة. المهم، يلاصق مقصورة الشافعي مقصورة خشبية بسيطة حول قبر يقال إنه لأولاد عبد الحكم اللي هم دفنوه في المقابر بتاعته. كده خلصت حلقتنا، هنتقابل بكرة نكمل حدوتة العشارة اللي فوق قبة الشافعية.